راح نسوي انبوكسينج للبوكس اللي هو البوستر بوكس اللي اسمه كود اوف ذا دولست. طبعا البوكس قديم بس ما صار لي مجال اسوي مونتاج الفيديو وانشره. على العموم راح نفتح البوكس وياه خلينا نشوف ايش راح تطلع لنا كروت شنو هن. هذا اول باك، ايش تتوقعون ايش راح يطلع بيه؟ بالله خلينا نشوف. طبعا هذا البوكس مجموعه من الاوراق مال يوغي، شكو اوراق يوغي حديثه تنزل بهذا البوكس للي ما يعرف شنو هذا. اير كراكنج ستورم، مش عندنا بالله بعد هذا المال سايبر، هاي الاف اي، هذا الدك الجديد، هذا وحش عادي ينحط بين مجموعه، هنا الوات تشالس، ها الجوكي حلو. ماكو لحد الان، هذا اول باك وسيكرت ماكو. خلي نكمل والله ايش عندنا بعد. طبعا خلي احاول اعزلهن وكمل البقيه. الفندريد، ها هنا عندنا همات مجموعه جديده، دق جديد مال الفندريد، هاي زومبينا همتر هم تريك ستار حلو. هنا عندنا همات مجموعه جديده، وحش لينك جديد هذا مال مس ريديانت. عندنا خوش مجموعات هنا جديده نازله بهذا البوكس. الاف اي هنا الفيلد مالتهم هذول الاف اي، طبعا اعتقد هاي المجموعه خاصه بالتي سي جي فقط، يعني ما تنزل باليابان، تنزل فقط للتي سي جي اللي هم امريكا. لايت سون رير، هاي ورقه عاديه حلو. كراكنج ستورم، عفوا كراكنج دراجون، نانا ماس سايبر. خلينا نشوف الوراء الجالكسي هذا الجديد، او هذا الحلو حلو هذا الاكسيز الجديد. عذروني طبعا ما مبين بسبب الضوء الانعكاس. هنا الوحش مال انشن جير، خلينا نشوف والله بعد. الاف اي حلو حلو، طلع لي الفندريد، يجوز اسوي فندريد لان تقريبا عندي كاملين. هذا مال سايبرز فريدا بلانت لحد الان. يلا وين السيكريت؟ يلا بلكت هالبوكس سيكريت. هذا الجديد مال هيرو، يلا حلو. الكلير وينج مس ريديانت، صار عندي اثنين منها طبعا، في جماعة الايرث كلش هواي، يعني لينك عادي، لينك اثنين نقدر نقول عليه. خلينا نشوف والله بعد. ماس سايبرز، لور تشارلز، الفندريد حلو، هذا رير، تريك ستار حلو حلو. طبعا تريك ستار اكثر شيء كلهم رير وسوبر رير، مو مثل البقيه فصعب واحد يحصلهم. شدنا نانا الدعم مال سبيد رويد، اكس ترابكس ما استخدمهم هذول اصلا، يعني اللي يحب يشتريهم يعني اوراق مفرده اقدر ابيعهم. خلينا نشوف والله بعد شعدنا هنا. يلا السيكريت، وين السيكريت رير؟ هنا انا الاف اي هذول المجموعه الجديده، هنا انا السبريم كينج، جوكي حلو، اللينك مال جوكي، هم جوكي صار عندي هواي منهم، يصيرون عندي مجموعه. طبعا وحش لينك جديد، طبعا هذا ضد تايرانو، يمر دمار ضد تايرانو. هنا عندنا الفندريد، الجوكي حلو حلو، راح يكملون الجوكي. بريك اوف تراب هول، يعني لا بأس لحد ما طلع لنا سيكريت. اف اي مبين، اف اي هنا المال دي دي حلو، هيفي ستورم داستر حلو، خرافية هاي الورقة طبعا، يعني دمر سحريتين او فخ بالملعب بدون كوست، فشي حلو. الكوست مالته ما تهجم بس اكيد تفعلها دور الخصم. زومبينا حلو، تراك ستار همات جديدة، سوبر رير الترا رير، عفوا الترا رير مات التريك ستار حلو، اصعب شيء هنا اللي تريك ستار واحد يحصلها. طبعا هاي الكور مال ديك يعني تقريبا اهم ورقة بالمجموعة مال تريك ستار. الكاندينا الدي دي، يلا بهذا كون سيكريت يلا. هيرو، جوكي ريماتش حلو، خوش ورقة طبعا، تفيد مجموعة جوكي كلش هواي. الاف اي همات كاملين يعني راح يكملون عندي. خلينا نشوف الورا، يلا لحد الان ولا سيكريت، شنو الموضوع؟ وات تشالس، وات تشالس حلو،
حلو رهيب، طلع لي هذا السيكريت ومو كلش بس لا بأس. اللينك رانك 3 مو رانك ولا لفل ما اعرف، لينك 3 قبل. طبعا اي 3 وحوش، اي 3 وحوش مو شرط يعني افكت او نورمال، يعني كلش حلو. وسعره تقريبا هسه صار بال 15 او 20 دولار اعتقد راح ينزل يعني. شاهدنا بالله بعد الورد تشالس لا بس السايبرز. طبعا راح ينزل لهم مجموعة جديدة تقريبا بشهر 11، يعني ستراكشر ديك مع السايبرز اللي يحب يطلبها هم نقدر نجيب لها اكيد يعني راح يتوفر عندنا. طبعا كافة ملحقات يوغي موجودة عندنا للبيع المباشر من بوكسات وستراكشرات وسليفات موجودات اللي يحب يطلب، اللي يحب يتعلم اللعبة ايضا عندنا دورات مجانية بالنجف. وهذا واحد من البوكسات اللي تنزل به اوراق جديدة. عندنا هنا أنا مال دي دي جديد جالكسي وورم بوغتراب فيندريد. حلو 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 راح يكملون عندي الفيندريد ما بقى شيء. تريك ستار الفيلد واو رهيب، هنا أنا الشغل كله بالتريك ستار. هذا الفيلد مصيبة ما تقول فيلد، يعني الفيلد دول كان دينا عندك يبدي الكومبو مال تريك ستار قبل. الجالكسي وورم عشان بالله بعد جايك جاك ويفرن فيندريد ريفيننت. حلو راح يكملون توايلايت اعتقد هاي مال اللايت سورن الجوكي، طلع لي الجوكي لينك مالتهم. حلو حلو لا بس ولو لحد الان بس سيكريت واحد بس يعني الموجود. طبعا اتمنى انه يطلع لي الفاير وول بس ما اعتقد راح يطلع. يعني اضرب حظي. وورد تشارلس بريستيس لا بأس. هاي الفيندريد حلو، طبعا الفيندريد كملوا تقريبا. شدنا بالله بعد بولس ماين السايبرز باك تو ذا فرونت. حلو هاي الورقة غالية. اوه السيكرت الثاني حلو، الفيندريد كملوا كملوا الفيندريد. السيكرت الثاني هذا التراب مال الفيندريد، طبعا اركتايب جديد اللي هو الفيندريد. شدنا بالله بعد هنا ريكو لا بأس، نقيت مونستر افكت اللايت سوان او توايلايت سوان صراحة ما عندي معلومات عنهم هم يرهمون ويا اللايت سوان او لا ما اعرف، اكيد يرهمون من ورا الاسم. ايش عندنا بالله بعد هنا زومبينا سبرين كينج، هذا طبعا مونكسيز مصيبة يشتغل اكثر شيء مسوي البندوليوم ماجيشن اكبر وحش يعلسه. ايش عندنا بالله بعد يعني لا بأس خوش اوراق طلعت، يعني ما نقدر نقول انه افضل بوكس بس يعني كروت حلوة طلعت بيه. السيكرت الثاني رهيب اللي طلع لي مال فيندريد. ايو كنان شنو ها مال لايت سوان، هذا هذا مال وورد تشارلس ما. طبعا وورد تشارلس ما تقريبا راح يكملون عندي. تقريبا خلص البوكس، اللي يحب يطلب من هذا البوكس او غير بوكس او بوكسات جديدة خلي راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك. حلو 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 تريك ستار الثاني اللينك مالتهم نايس، خوش اوراق طلعت لنا. هاي احب اشكركم لان تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم ومع السلامه.